درع. لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أصحابه أجمعين من كتاب شرح الأحكام العطائية للإمام العالم أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد باراسي الآن، قال: من رأيته مجيبا عن كل ما يسأل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله. إذا أردت أن تعرف حالك أين أنت، من أهل العلم والأمانة أم أنت من أرباب العلم والخيانة؟ من أرباب ليش؟ أم أنت من أرباب الجهل؟ أم أنت من أرباب الجهل والخيانة؟ فيعرض نفسك على مثل هذه العبارة، فالإجابة عن مصونات العلوم ونفائس المعارف ولطائف الحقائق وجواهر الدقائق وغوالي الرقائق لا يسمح بالإجابة بها لكل من سأل عنها من غير أهلها، إلا إذا أريد التشويق إليها والدعوة بها بجواب يليق بالسائل ويحسن عنده طلبها، ولا يجيب على غير هذه النية كل سائل إلا جاهل بها، إذ لو عرف قدرها وتحقق سرها لظن بها وغار على ظهورها. فكل من عرف نفاسة شيء لا يسمح بظهوره، بل يغيبه ما أمكنه بتورية وتغييب. وإن كان عند من يجهله، فترى الوحوش وسائر الحيوان يغيب ولده ما أمكنه، لأنه أنفس ما عنده وأحب ما لديه، ومعبرا عن كل ما شهد. فالإجابة عن العلم على حقيقة ماهيته والتعبير عن الحقائق المشهودة، لأنها لا يمكن تفهيمها على ما هي عليه إلا أن يعبر عنها إلى مشهود في الحس، والاعتبار من صفات أولي البصائر والاستبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالعبور عن مشهود حسي إلى كل غائب معنوي شأن أولي النهاء من كمل العلماء، والتعبير عن المغيبات بالحسيات غير منكور، كما عبر صلى الله عليه وسلم باللبن الذي رأى أنه شربه إن أنه العلم. والتعبير سيما كل عالم يصير كل عالم بصير، وهو من شواهد التنوير على حاسة الضمير. فإذا عبر عن كل مشهود من أسرار الوجود فقد تنطمس الحدود وترفع الستائر، فتنكشف الأسرار المأمور بصيانتها المندوب إلى حفظها عن إذاعتها. ولكن التعبير فيما يحسن عنه التعبير والسكوت عما يحسن فيه السكوت شيمة الأكياس ودليل على وفور العقل والأمانة والحفظ، وضد ذلك بضده. عاده بسم الله الرحمن الرحيم، رضي عنكم وعن أبيكم، وذاكرا كل ما علم يتبذه ويتمده بما علمه ويطول بكل ما فهمه، فيذكره في معرض الفخر بزيادة الفطنة وكمال القريحة وصحة الحافظة وتمام العقل. فهذه صفة الجهال وطريق الضلال وأحوال العلماء بالضد من ذلك كله، فإنهم كانوا يراؤون فيها أحوال السائلين، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرائي أحوال السائلين ويفصح لكل أما يليق به. فكذلك العالم ينبغي له أن يتفرس أحوال السائلين ولا يفشل الأسرار، بل يكون في الأمور الذوقية اعتماده فيها الإشارة، لأنها لا تفهم إلا بها، ولا يدعي على الله الإحاطة بجميع المعلومات. وأن لك فيما سبق من قولنا: إذا تجلى عليه بوصف العلم علم سائر المعلومات الداخلة تحت حيطان الكون لا الخارجة عنه، فالعالم بأجمعه معلوم من معلوماته. وأيضا فالعلم بذلك لا من حيثه، ولكن من حيث ما تجلى عليه واستغرقه عن وجوده. فالعلم باق على وصفيته لله عز وجل لا لغيره، وإنما ظهر على من تجلى عليه إلا من حيث المقابلة والاستشفاف. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم ونفعنا بكم. كما يقابل الصورة المرآة السجيلة فتحكي الصورة من غير انتقال للصورة عن ماهيتها ولا خروج للمرآة عن كونياتها، وكلما ازداد للمرآة صفيان اختفى جرمها وظهرت الصورة، حتى يظن من لا علم له أن الظهر الصورة مجردة من غير واسطة، ويظن انعدام المرآة فلا وجود لها. وكلا،
إن المرآة على صورتها والصورة على ماهيتها. وهنا قال من قال من أهل الشطح والاستطلام بما قال وفاه بما فاه وعلم من علم من أهل الكمال والتمكين، فأعطى كل شيء حقه ووفى كل مستحق مستحقه. ولي في ذلك ما كل مسؤول يحسن أن يجيب به نعم ولا كل تعبير بمشهودي، وكل معلوم فاذكره لطالبه وامنعه عن غيره إن الفضل محسودي. وإذا رأيت أنك لم تظهر لك الكرامات ولم تسامحك المقدورات ولم تتواتك المسرات الدنيوية ووردت عليك صنوف المصائب وأنواع المتاعب والضرورات، فلا تحزن لذلك ولا تهن لما هنالك. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين، لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم، ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لبقاء لها، صلى الله عليه وسلم وعلى آله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من رأيته مجيبا عن كل ما يسأل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا كل ما علم، فاستدل بذلك على وجود جهله. وذلك أن المؤمن السائر في طريق الله يتعلم من أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكمته، وضع الأشياء في موضعها ومخاطبة الناس على قدر عقولهم، وأن لا يذكر ولا يسترسل ولا يجدي إلا فيما رجا نفعه وخيره بقواعد الشرع والعقل. وما كل حق يقال ولا كل علم يذكر ولا كل سؤال يجاب عنه. وهكذا كما قال بعضهم: إذا رأيت من يجيب عن كل ما سأل عنه فأعلم أنه مجنون. ها؟ وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن مسائل فتوقف حتى يأتي الوحي، في بعضها انتظر أيام، انتظر منذ صلى الله عليه وسلم. وهكذا ولما سأل بعضهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فسكت، وقال بعض من عنده: لما لا تجيب؟ قال: أصبر حتى نرى الخير في الجواب وفي السكوت. الخير في الجواب، وما هو كل ما يسأل نجيبه على أي سؤال. ولحكمة من تلك الحكم نهى الله المؤمنين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثروا السؤال، وقال: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم مع الأنبياء. وقال: يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم حين تبدو لكم عفى الله عنه والله غفور حليم. ثم يقول ابن عباس: إني بقى في بالي مسألة وردت أن أسأل عنها عمر، فتحين الوقت المناسب للسؤال. قال: فبقيت سنة، وبعد سنة كان خرجت معه في سفر، جيت أصب الماء عليه فقلت له: من المرأتان اللتان تظهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة، هذه نزلت فيهم الآية. فقال سيدنا ابن عباس: أخر السؤال سنة من أجل يختار الوقت المناسب والحال المناسب ليسأل عنه فيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهكذا يقول: من رأيته مجيبا عن كل ما يسأل معبرا عن كل ما شهد وذاكرا كل ما علم، فاستدل بذلك على وجود جهله، ما عنده ذوق وإدراك للأشياء والالتزام بمنهج خير الأنام. إذا أردت أن تعرف حالك أين أنت من أهل العلم والأمانة، ما أنت من أرباب الجهل والخيانة، فأعرض نفسك على مثل هذه العبارة. الإجابة عن مصونات العلوم ونفائس المعارف ولطائف الحق وجواهر الدقائق، لطائف الحقائق وجواهر الدقائق وغوالي الرقائق، لا يسمح بالإجابة بها لكل من سأل عنها من غير أهلها. ولما سألوا عن الهلال، لما يرى يطلع صغير بعدين يكبر بعدين يستدير ثم يصغر، وما كان هنا من العقول عامة الناس من يمكن إفصاح الأمر له، أنه مقابلة القمر لضوء الشمس وأنه يبدو منه الذي يقابله بعدين يزداد. فقال تعالى: يسألونك عن الأهلة،
قل هي مواقيت الناس والحج، قل لهم أن الله رتب هذا من شان تعرفون حجكم ومواقيتكم وزمانكم تضبطون أشهركم. تمام، ما ذكر لهم الحكمة لأن هذا ما تبلغ عقول عامة الناس في ذاك الوقت، ولو ذكر هذا وبعدين كثير من الناس ما بيرتدون ولا ما بيسلمون من غير المسلمين، يقولوا يجيب محمد كلام ما يدخل في العقل، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا يعرف، وخواص الصحابة يعرفون مثل هذا، ولكن ما لا سبيل للنطق به ولا للحديث الناس عنه. فقالوا هي مواقيت للناس والحاج، صرفهم إلى معرفة الحكمة منها فقط وما أجابهم عن أيوة. فهكذا يقول من رأيت مجيبا عن كل ما يسأل، قال هذا لا يجيب على غير هذه النية، إنما يجيب من إذا لمن سأل عنها من غير إن إذا إن إلا إذا أريد التشويق إليها أو الدعوة بها بجواب يليق بالسائل ويحسن عنده طلبا، ولا يجيب على غير هذه النية كل سائل إلا جاهل بها. إذا لو عرف قدرها وتحقق سرها لا أكرمه وصانه وظن بها وغار على ظهورها. كل من عرف نفاس الشيء لا يسمح بظهوره، يغيب ما أمكنه بتورية وتغييب، وإن كان عند من يجله. قال حتى ترى الوحوش وسائر الحيوانات تغيب ولده ما أمكنه، لأنه أنفسي عنده ولا بغى يظهر يخبيه، وأحب ما لديه، وأرباب المحبة لله أغلى شيء عندهم المحبة، محبة الله يخفونها، ولا ما غلب عليهم من دون اختيار ولا يخفونها. إذا رمت كتم الحب زاد صفابتي، نسيان عندي بته وخفاه بني ولا وإذا أردكت ماء بالدمع إلا أن يكون بذائعي. وقال أخفيت أكثر لي الله من حب تعسر وصفه في الله أمري والقضاء، يقول أخفيت أكثر. الله أكبر. فالشيء الغالي النفيس يحافظ عليه ولا يبتذل. وقال لي بعض الله بعض الخير قال لي انا قال قال لي ذكر عن بعض علمائنا، وجانا قال انه عندي حصلت الاسماء له صوره، فقال لي لا تعطيها احد لا تبتذل، خلوا الصوره أنا. ها لا تبتذل، كل من جاي يصور وينشر هنا وهنا وهنا لا اله الا الله. فكذلك ما كان من نفيس المعارف يكون لاهلها أو لطالب ليتشوق أو لينفتح ذهنه إلى ما فيذكر له منها طرف من أجل يرغب يحرك بعابعه يذيب الجعاج ويقوم يعشق الأمر العالي. ها هكذا قال لأنهم عرفوا قدره. وإذا رأيته قال عبر عن كل ما شهد إجابة عن علم على حقيقة ما هي علم، تعبير عن الحقائق المشهودة لا يمكن تفهيمها على ما هي عليه إلا يعبر عنها، يعبر عنها بشيء من الحس والاعتبار من صفاته للبصائر سيعتبر يا أولي الأبصار. فالعبور عن مشهود حسي إلى كل غائب معنوي شان أولي النهى من كم العلماء، تعبير عن المغيبات بالحسيات غير منكور. عبر صلى الله عليه وسلم عن اللبن الذي شرب رأى في النوم ثم أعطى فضله عمر بن الخطاب، بل ما أولت الصقع للعلم، فورث سيدنا عمر من علم النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه أخذ فضله. وهكذا كما أن في اللبن حياة للجسد تغني عن الطعام والشراب، تقوم مقام طعام وشراب مرة، فكذلك العلم في حياة القلب، فعبر بهذا عن هذا أمر حسي عن معنى. في الحديث الآخر رأيت قمصا يلبس الناس منهم من تبلغ ثديه منهم يبلغ الركبة منهم، ورأيت عمر في قميص يجره ما أول درسه، قال الدين قوة الدين وكثرة الدين وفرته يختلف الناس فيه. وهكذا لا إله إلا الله، ويقول
وإذا كان معبر عن كل ما شهد تعبير سيما عن سيما كل عالم بصير، سيما كل عالم بصير، وهو من شواهد التنوير على حاسة الضمير، فإذا عبر عن كل مشهود من أسرار الوجود فقد تنطمس الحدود، ترفع الستائر فتنكشف الأسرار، المأمور بصيانتها، المندوب إلى حفظها. لكن التعبير فيما يحسن عنه التعبير والسكوت عما يحسن فيه سكوت شيمة الأكياس ودليل وفور العقل والأمانة والحفظ، وضد ذلك بضده. يقول سيدنا زين العابدين في أبياته المشهورة: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتناه. وقد تقدم في هذا أبو حسن للحسين ووصى قبله الحسنة: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنى، ولاستحل رجال المسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. قال سيدنا أبو هريرة: أخذت من رسول الله معاين من العلم، فأما أحدهما فبثته فيكم، وأما الآخر فلو بثته لقطيع مني هذا بالعوم. فما كل شيء يقال ولا كل علم يفشى. إذن إنما يتخاطب مع الناس على قدر عقولهم، وعقب قد جعل الله برحمته شريعة فيها مبادئ تصلح للناس كلهم. كلمهم بها وعلمهم، وأنت في سعة ما شاء الله خير. إذا وجد الأهل والمتهيئ شوقه ورغبه واذكر له ما يتأهل له ويتهيأ له، وهكذا. لا إله إلا الله. وهكذا ترى واحد اشتقيس عقل ورزانة ومكانة إنسان يخرج من البيت يحدث بأي شيء في البيت، العادي خلي فرش ولا قطيفة ولا غاز ولا اسمه قلم ولا سراج ولا تلفزيون ولا شيء حصل في البيت اللي يتحدث مجنون. أقول كل الناس بيقول هذا مجنون، هذا ما في عقل، وهذا أسرار البيت. هذا كيف أسرار الرب، كيف أسرار القرآن، كيف تحدث به كل شيء. حتى بيتك أنت تصن كثير من الأمور فيما تذكر ويمكن تذكرها في الخارج. وهكذا، وإلا يستدل على جهلك ولا عقلك. قال الولد كذا، وقالت الزوجة كذا، وقال بنت كذا، يقوم يتحدث عند الناس. إيش من أدم أنت مجنون؟ هذه أمور خاصة في محلاتها ولا تذكر إلا حسب الحاجة وحسب العقل وحسب المطعيم. وهكذا قال: وذاكرا كل علم، يتبدخ يتمدح بما علمه، وأنه قده علمه هده محصورة، ما هو مصدق يفهم شيء يقوم يتكلم به. ذاكر كل علم، يتبدخ يتمدح بما علمه. ولهذا تجد في بداية انفتاح عقل الإنسان والشباب يحب يذكر كل المعلومات، أي شيء عنده يجيبه. ما يتوفر عقله يتوفر علمه، يضع كل شيء في موضوعه. وهكذا لا إله إلا الله، يقول ذاكرا كل علم، قال يطول بكل ما يتطول بكل ما فهمه، فيذكره في معرض الفخر بزيادة الفطنة، كمال القريحة، صحة الحافظة، وتمام العقل. فهذه صفات الجهال وطريق الضلال. وخطئ في مسألة في العلم وجود مع وجود عبد الله بن عمر بن يحيى، ف تردوا فيها الكلام، والحبيب عبد الله كان ساكت. بعدين تنبهوا قالوا: عندنا هذا بحر علم. عبد الله: كنا نخوض في المسألة ما تكلمتم. قال: نعم ما تكلمتم، لأن رأيتكم كل واحد من كلام يبسارع يظهر ما عنده. عندي في هذه المسألة 14 قول أحفظها بأدلتها وأعزوها إلى أماكنها، لكن رأيتكم ما كم حق علم، أنتم قاعدين بتجدد كل واحد التعبير الحضرمي قبل سنابع العشر، والواحد يظهر الذي عنده. سكتوا. قال: الحين اسمعوا، المسألة هذه فيها 14 قول. القول الأول ذكروا في موضوع كذا وموضوع كذا وكتابة كذا يقول فيه كذا، والقول الثاني والقول الثالث سرد لهم 14 قول. ها، لما سكنوا تهيئوا لأخذ العلم علمهم. لا إله إلا الله. وإذا كانوا بعضهم يقول: شفت الحبيب عمر بن سميط، أنت كلمت خلي كلام لك، تفضل وجلس لك، وكأنه ما يعرف شيء قاعد. فإذا رأى أهل إصغاء وإنصاد البين أملى عليهم من جواهره وعلومه ومعارفه وتكلم معه. لا إله إلا الله. قال:
هذه صفات الجهل وطريق ضلال أحوال العلماء بالضد من ذلك، يراعون في أحوال السائلين كما كان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال السائلين. لا يسألوا عن فضل العمل يقولوا الصلاة والوقت، لا يسألوا عن فضل العمل يقول بر الوالدين، لا يسألوا يقول جهاد في سبيل الله، كل واحد يشوف حاله وإيش أفضل شيء له ويجوب عليه بحاله، صلى الله يراعي أحوال السائلين وهكذا. يفصح لكل نعم ما يليق به. كذلك العالم ينبغي له أن يتفرس أحوال السائلين ولا يفشي الأسرار، يكون في الأمور الذوقية اعتماد فيها الإشارة لأنها لا تفهم إلا بها، ولا يدعي على الله الإحاطة بجميع المعلومات، فإن المحيط بالعلم واحد هو الله. لما سأل ولد سيدنا لقمان من يحيط بالعلم يعني من الخلق، قال كل الخلق، يعني فيما أوتوه، الذي أوتوه من العلم الخلق ما حد يحيط بواحد منهم، مجموعهم يحيطون بما أوتوهم من العلم بس، وما أوتيتم من العلم إلا، لكن هذا الذي أوتيه الخلق من العلم يحيط به من؟ قال كلهم بمجموعهم يحيطون به، أما أي فرد منهم ما يحيط بما أوتي الناس من العلم. من يحيط بالعلم؟ قال كل الناس، يعني مجموع الناس من أولهم لآخرهم يحيطون بما أوتي الناس من العلم وما لم يوتوا أكثر، لكن هو نفس الذي أوتيه الناس ما ماشي جزء منهم يحيطه ما يتأتى موزع عليهم، سبحان الله. وهكذا هنا في حزب مسجد السقاف الليلة، وفي بعض قراءة أبي عمرو في بعض الآيات، وبيقوله وما يشعركم منها إذا جاءت يؤمنون، يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون. فاسمه دمت مرة يذكرها الشيخ فضل قرر بعد يقول قرأت أبا عمر يشعركم بس وقف بعد ما يشعركم نفاء شعر، بعدين ابتدى كلام إنها إذا جاءت يؤمنون، القراءة غيره مثل الحفص عن عاصم وما يشعركم أنها، إذا الكلام متصل بعض البعض. فلا كان يكون في الحزب في السقف واحد كان يسأل الحب مشهور قال يشعركم ولا يشعركم هذه يتمنون، واحد جنبي كان يسأل فقلت له سمعت يا فضل كذا، التفت حبريم قال إيش قلت، قلت له كذا كذا كذا، قال ربي زدني علمه، لك منا في 12 سنة يمكن تحب مشهور قريب 40 فوق 30، قال ربي زدني علم يعني كان يقول تلقيت العلم واستفدت المسألة هذه الآن جدت في المسألة، شوف ما أقول أنا كبير وأنا عالم وأنا قدم، وده الولد الصغير يجيب منين يجيب الكلام هذا، فأصغى وأنصته قال ربي زدني علم. وهكذا الأكياس، ما حد يدعي لي حاطة بالعلم. فالعالم بأجمعه معلوم من معلوماته سبحانه وتعالى، وإذن فالعلم بذلك لا من حيثه، لكن من حيث ما تجلى عليه واستغرقه عن وجوده، فالعلم باق على وصفيته لله عز وجل لا لغيره، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إنما ظهر على من تجلى عليه من حيث المقابلة فقط والاستشفاف، مثل المرآة لما تقابلها صورة تظهر فيها الصورة، الصورة ما فيها، المرآة ما فيها صورة، شوف شوف هذا بسبب المقابلة، الصورة في محلها، العلم في محله، العلم لله ما حد معه علم ثاني، بس عند المقابلة يعلم ما لم يعلم، يعطي من العلم ما شاء جل جلاله، علم الإنسان ما لم يعلم، خلق الإنسان علمه البيان وعلمك ما لم تكن تعلم، فيظهر هذا أثر العلم بما هو حقهم العلم. هذه شوف الصورة في المرأة، لا 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 لا، صورة لمحلها هناك، ما دخلت قال شوفوا وسط المرأة، قال لا لا ماشي وسط المرأة، ايش وسط المرأة، قل شوف الصورة قدامك، صورة ما هي ليست موجودة وسطها، لكن قابلت المرآة فتجلت فيها. كذلك كل علم صحيح لملكة أو إنسي أو جني
بتجلي الله عليه بذلك العلم قابل علم الله فتحت عنده. لكن العلم هم شلهم، العلم لله جل جلاله، العلم للرحمن جل جلاله، والعبد في جهلاته يتغمغم. ما للتراب وللعلوم، انت حفظ من تراب، انت ما للتراب والعلوم، وانما نسعى لنعلم اننا لا نعلم حتى ندرك ان العلم لله. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. نعم. يقول تحكى الصورة من غير انتقال للصورة عن ماهيتها، ولا خروج المرأة عن كونيتها. كلما ازدادت المرأة صفاء اختفى جرمها وظهرت الصورة، حتى يظن من لا علم له أن الظاهر الصورة مجردة من غير واسطة، ويظن انعدام المرأة. فلو قلت لك لا، المرأة على صورتها والصورة على ماهيتها. وهنا قال من قال من هل شطح الاستلام بما قال وفاها بما فات عن طق وتفوه بما ما تكلم به، وعلم من علم من أهل الكمال والتمكين فأعطى كل شيء حقه. ما كل مسؤول يحسن أن يجيب به، نعم، ولا كل تعبير بمشهود، وكل معلوم فاذكره لطالبه ومنعه عن غيره، إن الفضل محسود. والله أعلم. لا إله إلا الله العلي الأكرم. اللهم علمنا من لدنك علما وارزقنا فهما بوجاهة حبيبك المصطفى، والحمد لله رب العالمين.